أعزائي التلاميذ، السلام الله عليكم. مرحبا بكم في هذه الحصة المصورة والتي سنرى من خلالها كيف نحل نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين بطريقة الطعم. سوف نرى ذلك من خلال المثال التالي. لنحل النظمة 2 إكس زائد إي يساوي 7، 3 إكس زائد 4 إي يساوي 18. إذا طريقة التعويض تقضي بأن نختار إحدى المعادلتين، ويجب أن يكون اختيارنا ذكيا. يعني ماذا هذا الكلام؟ مثلا هنا لدينا في المعادلة الأولى معامل إكس هو 2، معامل إي هو 1، هنا لدينا معامل إكس هو 3 ومعامل إي هو 4. إذا سوف أختار هذه المعادلة. إذا سوف أكتب معادلة 2 إكس زائد إي يساوي 7، وفي هذه المعادلة سوف أقوم بعزل المجهول إي. عزل المجهول إي يعني كتابته بدلالة المجهول الآخر. إذا هنا إي يساوي ناقص إكس زائد إكس. إذا قمت الآن بعزل المجهول إي، أي كتابته بدلالة المجهول إكس. الآن ماذا أفعل؟ أكتب المعادلة الثانية هنا، ثم أقوم بتعويض المجهول إي. كما ترون أقوم بتعويض المجهول إي بهذا التعبير. إذا 3 إكس زائد 4 عامل ناقص 2 إكس زائد 7 يساوي 18. الآن نحصل على معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. هذه المعادلة أنتم تعرفون كيف تحلونها. إذا نحصل على 3 إكس ناقص 8 إكس زائد 28 يساوي 18. هنا لدينا 3 إكس ناقص 8 إكس، إذا هذا الفرق يساوي ناقص 5 إكس يساوي 18 ناقص 28. ناقص 5 يساوي ناقص 10. هنا نقوم بإزالة الجار ناقص ونحصل على 5 إكس يساوي 10. إذا إكس يساوي 10 على 5، أي إكس يساوي 2. إذا الآن حددنا المجهول إكس، إذا إكس يساوي 2. إذا ماذا نفعل الآن؟ سوف نقوم بتعويض إكس بإثنان في هذه المعادلة. إذا سوف أكتب المعادلة هنا، إذا إكس يساوي ناقص 2 إكس زائد 7، وسوف أقوم بتعويض إكس بإثنان في هذه المعادلة، وسوف أحدد إكس. إذا إكس يساوي ناقص 2 في 2 زائد 7، إذا إكس يساوي 7 ناقص 4، أي أن إكس يساوي 3. إذا حصلت على إكس يساوي 3. إذا حل النظمة المقترحة هو الزوج. إذن هنا نكتب إكس يعني 2، وهنا نكتب إي 3. إذن حل هذه النظمة هو الزوج 2 3. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة المصورة، وإلى حصة مقبلة إن شاء الله، والتي سوف نرى من خلالها حل نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين بطريقة التأليف الخطية. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، وإلى اللقاء. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذه الحصة الثانية والتي أخصصها لحل نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين بطريقة التأليف الخطية، علما أننا في الحصة الأولى
راينا كيف نحل نظمه معادله من الدرجه الاولى لمجهولين بطريقه التعويض. اذا طريقه التاليف الخلقيه هنا سوف اقوم بجمع معادلتين طرف لطرف، ولكن شرط ان اقوم باقصاء احد المجهولين. اذا مثلا هنا سوف يقع اختياري على ادراك من اجل اقصائه. من اجل اقصاء ادراك يجب ان يكون لدينا هنا وهنا عددان متقابلان، لانكم تعلمون ان مجموع عددين متقابلين يساوي 7. اذا لكي اقصي ادراك يجب ان يكون لدينا هنا مقابل العدد 4 ادراك. ما هو مقابل 4 ادراك؟ هو ناقص 4 ادراك. إذا لكي أحصل على ناقص 4 إكغيك هنا يجب ضرب إكغيك في ناقص 4، وإذا ضربت إكغيك في ناقص 4 يجب أيضا أن نضرب 2 إكس و 7 في ناقص 4. إذا أحصل على النظمة التالية: ناقص 4 في 2 إكس ناقص 8 إكس، ناقص 4 في إكغيك ناقص 4 في إكغيك، ناقص 4 في 7 يساوي ناقص 28. هنا اكتب المعادلة كما هي، ثم أقوم بجمع المعادلتين من طرف لطرف. إذا هنا لدينا 8 ناقص 8 إكس زائد 3 إكس، هنا لدينا مجموع عددين متقابلين، إذا يساوي 0. إذا ناقص 8 إكس زائد 3 إكس يساوي ناقص 28 زائد 18. هنا لدينا ناقص 5 إكس يساوي ناقص 10، أقوم بإزالة إشارة ناقص هنا، أحصل على 5 إكس يساوي 10، إذا إكس يساوي 10 على 10 أو سوف أقوم بإيجاد المجهول إيغريك. إذا من أجل إيجاد المجهول إيغريك يجب أن أقوم بإقصاء إكس. إذا سوف أكتب النظمة هنا: 2 إكس زائد إيغريك يساوي 7، و 3 إكس زائد 4 إيغريك يساوي 18. إذا هنا لدينا 2 إكس وهنا لدينا 3 إكس، ويجب أن يكون لدينا هنا عددان متقابلان. إذا سوف أضرب هذه المعادلة في ناقص 3 تمام، وسوف أضرب هذه المعادلة في 2. إذا ستصبح المعادلة النظمة عفوا ناقص 6 إكس ناقص 3 إكس يساوي ناقص 21. هنا 6 إكس زائد 8 إكغيك يساوي 36. فأقوم بجمع المعادلتين طرف لطرف. هنا لدينا ناقص 6 إكس هنا 6 إكس، إذا عددان متقابلان، إذا مجموعهما يساوي 7. هنا لدينا 8 إكغيك ناقص 3 إكغيك، إذا أكتب 8 إكغيك ناقص 3 إكغيك يساوي 36 ناقص 21. 8 إكغيك ناقص 3 إكغيك يساوي 5 إكغيك يساوي 36 ناقص 21 يساوي 15. إذا إكغيك يساوي 15 على 5، إذا إكغيك يساوي 3. إذا قمت الآن بإيجاد المجهول إكغيك، إذا حل النظمة المقترحة هو الزائد هنا إكس 2 وهنا إكغيك 3. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة المصورة، وإلى حصة مقبلة إن شاء الله. إلى ذلك الحين.